لسنوات طويلة عانت هذه الكرة التهميش وانعدام الخدمات وغياب المقومات الأساسية للحياة والإنسان. أعلن اليوم انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. هنا كانت البداية بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لوثيقة انطلاق المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري، فانطلقت المعدات واللوادر إلى أكثر من 4500 قرية لتطوير وتغيير شكل الحياة. وتتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى القرى ذات نسبة فقر تتجاوز 70%، وهي الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. أما المرحلة الثانية فتشمل القرى التي تتراوح نسب الفقر فيها ما بين 50% إلى 70%، والمرحلة الثالثة تتضمن القرى ذات نسب فقر أقل من 50%. نفذت المبادرة الرئاسية 333 مجمع خدمات حكومي و330 مجمع خدمات زراعية وما يقرب من 1200 كيلومتر من الطرق المرصوفة، وأنشأت ما يقرب من 4000 وحدة سكنية متطورة إلى جانب رفع كفاءة 1500 وحدة سكنية. وفي قطاع المياه أنشأت حياة كريمة ما يقرب من 256 محطة مياه و1547 محطة معالجة وحفر 249 بئر مياه. ولم تخفل المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن بناء الإنسان، فأجرت أكثر من 215 حواراً مجتمعياً لأهالي قرى حياة كريمة. وفي المجال الطبي أنشأت 1101 وحدة صحية وأجرت 701 قافلة طبية، إضافة إلى إنشاء 353 نقطة إسعاف إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية. أما عن خدمات الأسرة والنشأ فأنشأت حياة كريمة ما يقرب من 213 مركزاً للأسرة والطفل و31 حضانة للأطفال و62 مكتبة إلى جانب إنشاء ما يقرب من 990 مركزاً للشباب. وفي قطاع التعليم أنشأت حياة كريمة في قرى المرحلة الأولى ما يقرب من 834 مدرسة جديدة إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، بالإضافة لمحو أمية ما يقرب من 74,091 مواطناً، بالإضافة لتزويد طلاب الثانوية العامة بالمراجعات المنهجية من خلال مبادرة تقدر في 10 أيام. وتمكنت حياة كريمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني إلى دعم أكثر من 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه. تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل لدعم الاستقلالية للمواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم. من مصر، محمد الجباس.